الموبايل ده من نوع هواوي ميديا باد تي 3 اللي هو 7 بوصة واندرويد 7. طيب بفرمت التابلت ده ازاي؟ اول حاجه بقفله خالص، بقفله عادي جدا عن طريق زرار الباور، وبضغط على ايقاف التابلت عادي جدا. وبنتظر بالظبط 15 ثانية أو 10 ثواني بحيث إن التابلت يكون قفل معايا تماما. بعد كده هاجي هنا عند الخطوة اللي بعد كده، وركز أوي في الخطوة دي لأن أغلب الناس ما بتكونش عارفة الخطوة دي اللي هي التعامل مع تابلت هواوي بالذات. لما باجي بفرمة تابلت هواوي يعني في ناس بتضغط على زرار الباور مع زرار الفوليوم أب أو الزرار اللي بيعلي الصوت، الاتنين مع بعض. لو أنت عملت كده مش هتعرف تفرمة الجهاز. طب إيه الطريقة الصحيحة إن أنا بفرمة بيها تابلت هواوي؟ بضغط على زرار الباور لمدة ثانيتين، بعد كده بضغط على زرار الفوليوم اب، بعد كده لما بيفتح التابلت بسيب ايدي من على زرار الباور وبفضل دايس على زرار الفوليوم اب. ودي الطريقة الصحيحة الوحيدة عشان خاطر تفرمط اي تابلت او اي موبايل هواوي. اهو هنتابع مع بعض. هضغط على زرار الباور لمدة ثانيتين، اهو زرار الباور ادي ثانية اتنين، بعد كده هضغط على زرار الفوليوم اب فتح معايا، هشيل ايدي من على زرار الباور وهفضل دايس على زرار الفوليوم اب عشان يجيب لي الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة ايه الفورمات، او يدخل معايا على الفورمات. زي ما احنا شايفين هو دخل معايا على الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة الفورمات. هاجي هنا على زرار الفوليوم داون عشان خاطر ابدا، اللي هو زرار الفوليوم داون اللي هو الزرار ده عشان خاطر يبدا ان هو ينزل لي على الخطوه اللي بعد كده اللي هي وايب داتا فاكتوري ريسيت. بعد كده هضغط على زرار الباور عشان خاطر يبدا ينفذ لي الكلام ده او يبدا ان هو يفرمط لي التابلت، هيجيب لي الرساله دي. هنزل برده او هضغط على زرار الفوليوم داون عشان خاطر ينزل سهم تحت زي ما احنا شايفين كده على الخطوه اللي هي وايب داتا. بعد كده هضغط على زرار البوتن او زرار الباور عشان خاطر يبدأ يطبق لي الكلام ده، تمام هيجيب لي الرسالة دي. نفس الكلام هضغط على زرار الفوليوم داون عشان خاطر يبدأ ينزل لي تحت كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هضغط على زرار الباور عشان خاطر يبدأ يطبق لي او ينفذ لي الكلام ده. زي ما احنا شايفين هو هنا بدأ يعمل لي فورمات لتابلت هواوي زي ما احنا شايفين كده. التابلت ده زي ما اتفقنا اللي هو هواوي ميديا باد تي 3 7 بوصة، والاندرويد بتاعه 7. هنتظر لغاية ما يبدأ ان هو يعمل لي فورمات للتابلت ويبدأ ان هو يمسح لي كل البيانات او كل الداتا اللي موجودة على التابلت. المفروض وانت بتفرمت التابلت تكون شايل الشريحة اللي هي موجودة في التابلت، وخصوصا لو كان موجود فيها نت عشان خاطر لو هو طلب منك انك تعمل استرجاع للجيميل الموجود الافضل يكون عن طريق الواي فاي عشان خاطر بس يسرع معاك في الداتا مش اكتر. فالفكرة وانت بتعمل الحركة دي ممكن تشيل الشريحة، او بمعنى صح لو انت يعني ما شلتهاش وخلاص دخلت معايا الخطوة دي مفيش مشكلة، ممكن تدخل عن طريق الواي فاي يعني عادي، ممكن تعمل كده او كده مش فارقة يعني، وهنعمل مع بعض الكلام ده. انا عن نفسي حاطط الشريحة والشريحة فيها انترنت، هو هنا هيطلب مني الواي فاي وابدأ ان انا ادخل بالواي فاي. هو خلاص هنا بدأ يعمل لي او بدأ يطلب مني الرسالة دي، هبدأ ان انا اعمل اضغط على زرار الفوليوم اب عشان خاطر يبدأ ان هو يعمل لي ريبوت سيستم ناو زي ما احنا شايفين كده. هضغط بعد كده على زرار الباور عشان خاطر يبدأ يعمل اعادة تشغيل للجهاز. انا خلاص كده عملت فورمات للجهاز، وبعد كده هيبدأ زي ما احنا شايفين يفتح معايا الجهاز. هستأذنكم بس الأذان يخلص وبعد كده هرجع أكمل معاكم الفيديو.
ورجعت لكم تاني بعد ما الأذان خلص. هو هنا بعد ما خلص فتح معايا، جاب لي الرسالة دي، هضغط عليها استمرار، وأنا بيقول لي لا يمكن استخدام هذا الإصدار مع بوكينج.com. هنشوف الموضوع دوت، هنضغط بس على استمرار. بعد كده هيجيب لي عادي جدا واجهة الترحيب والبلد اللي انت منها والكلام ده كله. هتبدأ بعد كده بقى تعدل على البيانات دي وتعمل الدولة بتاعتك واللغة اللي انت عاوزها للهاتف وكل البيانات اللي هيطلبها منك الهاتف بعد كده. وبكده عرفنا ازاي نفرمط تابلت هواوي بمنتهى السهولة. بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. كان معكم محمد سعيد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.